محصول بداية الإنتاج مثلا؟ الصبح تجينا لك الأخيار، تفاجأنا إنه مقلوع كلياته. الليلة داخلين عليه مستوطنين، شايفين مازعين الجنب الريشت داخلين منه، خالعين اثنين درهم خيار هان موجودات نحن فيهن. خسائر تقدر من 40 إلى 50 ألف شيكل تقريبا. شهر كامل حوالي 35 يوم احنا تعبنا على الخيار هذا، وبقى بداية انتاج. انا بالنسبة لي اول مرة بسعر اعتداء زي هيك، يعني سابقا قديم كان في اعتداءات من مستوطنين في نفس المنطقة هاي. طبعا يعني شيء لا يوصف، ان شعور الله لا يذوق لحد ما بقول. يعني نستنى فيه بداية انتاج، انه الواحد يصرف على حاله ويكون في مستلزماته اللي يحتاجها يوميا من البيت، او ادويه وثمن ادويه ثمن علاجات ثمن اشتال، هذا مكلف كلياته. بعوض الله، انا هذا رسالتي شو بدي اقول، يعني عوض في وجهك كريم بس.